يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زميلي في العمل عنده شبهات كثيرة، وكثيرا ما أتجادل معه ثم أعزم ألا أرجع للجدل معه لعلمي بضرر الجدل على ديني أنا، ولكن لطول البقاء معه أرجع وأتجادل مرة أخرى. لا تفتح معه المجال أبدا، لا تفتح معه المجال، وإذا طلب منك شيء اسكت واترك، اهجره واخسره، لا تفتح له المجال. نعم.